هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل سكراب، اختراع جميل جدا، اول مره على اليوتيوب. سكراب الموز. انا جبت موز مجفف زي ما انتم شايفين كده، جبته من عند العطار وهطحنه في المطحنه. هطحنه ناعم كده بالمنظر ده، بودره. وهعمل مع الموز ده، هيبقى سكراب موز وكمان معاه كوكونات، جوز هند. انتوا متخيلين الريحة هتبقى عاملة ازاي؟ يعني هيبقى سكراب خرافة. واستخدم كمان معاه مقشر خشن. انا هنا استخدمت النوى بتاع الزيتون، طبعا معمول ناعم جدا عشان ما يجرحش الجلد. تقدري تستخدمي بقى القشور الخارجية بتاعت العين الجمل مطحونة ناعم، او القشور الخارجية بتاعت اللوز مطحونة ناعم. يعني تقدري ايه تتصرفي، اهم حاجة يكون مطحون ناعم جدا. ده سكراب طبعا ريحته هتبقى رهيبة، طبعا جوز هند مع موز هيبقى يعني حاجة خرافية. مهم عشان ما اطولش معاك عليكم، ده سكراب للجسم، لكامل الجسم، تحفة. طبعا بيستخدم في الحمام، تقدري تستخدميه مع كل شاور، ما يجراش اي حاجة خالص. تقدري تستخدميه بشكل يومي، مش هيأذي جلدك يعني. بس ده طبعا انا هحط معايا زيت جوز هند. زيت جوز الهند ما ينفعش خالص للوش، بيسد مسام الوش. فدايما لما تلاقوا وصفة فيها زيت جوز هند ما تستعملوهاش لبشرة الوش، دي اهم حاجة لازم تعرفوها. يلا بينا بقى نبتدي نعمل مع بعض السكراب الجميل قوي ده. اول حاجة معايا هنا التور الزيتي بتاع السكراب بتاعي. انا معايا هنا 9.2 جرام من زيت جوز الهند، وهو مجمد دلوقتي علشان احنا في الشتاء. هضيف عليه جرام فاصلة 8 من شمع الرز، وشمع الرز البديل بتاعه البيز واكس اللي هو شمع النحلة، هديكي نفس النتيجة بالظبط. هضيف عليهم 5 جرام من شمع الاستحلاب. تقدري تستخدمي اي شمع استحلاب عندك، تقدري تستخدمي شمع استحلاب NF، تقدري تستخدمي الريم برو، تقدري تستخدمي مالسيفيكيشن واكس نمبر 1 او نمبر 2 او نمبر 3 بتاع اروما زون، على حسب اللي عندك. اي شمع استحلاب بيمشي حاله يعني. وده التور الزيتي بتاعي. التور المائي بتاعي عبارة عن 47 جرام ماء مقطر بس كده. هاخد التورين على حمام مائي على النار عشان الشموع تدوب. ضفت التور المائي للتور الزيتي بعد ما شلتهم من على الحمام المائي والشموع دابت تماما. استحلاب اتعمل على طول، بس طبعا هيديني كريم لما يبرد تماما. اضربه ضربة بسيطة كده بالهاند بلندر. كل لما بيبرد كل لما بيتقل. انا هستنى لغاية لما درجة الحرارة توصل 40 عشان ابتدي اضيف المادة الحافظة بتاعتي، لانها بيكون اسهل ان انا اضيفها في الاول قبل لما اضيف المقشرات بتاعتي.
البي اتش بتاعي 5، بطمنكم البي اتش هنا مفروض من 4 ومن 4.5 ل 5، او ممكن لغاية 5.5، فهنا 5 ممتاز. اتنين واربعين، هستنى لحد لما يبقى 40 واضيف المادة الحافظة بتاعتي. اربعين، اقدر ان انا اضيف المادة الحافظة بتاعتي دلوقتي. المادة الحافظة بتاعتي هنا 0.6 من البيوكرول WS1، انا استخدمت هنا اقصى نسبة اللي هي 6%. مفروض ان الوصفة دي لو انت استخدمتي الكوس جارد اللي هو المادة الحافظة الطبيعية كوس جارد يقعد شهر، فانا مش عارفة مع ال WS1 هيقعد قد ايه، بس اعتقد يعني ممكن اكتر من شهر. بس الوصفة دي لو انتوا هتعملوها تجاري اعملوها بالطلب، على اساس ان هي مش بتعيش كتير يعني. وبرضو حطوا عليها شهر علشان تبقوا في امان يعني، حطوها على الموقع بتاعكم، واللي عايزها بالطلب تعملوها له وتقولوا مدة الصلاحية شهر. شايفين القوام بقى بعد لما برد؟ القوام الكريم ظهر بقى تقيل كده وجميل جدا. هضيف العطر بتاعي 0.6 من ريحة جوز الهند. أضيف 7.3 من مطحون النوى بتاع الزيتون، طبعا هو مطحون ناعم جدا، وزي ما قلت لكم تقدروا تستبدلوه مثلا بقشور عين الجمل مطحونة ناعم، أو قشور اللوز اللي يعني القشرة الخارجية اللي هي الخشب دي مطحونة ناعم. هضيف 18 جرام من مطحون الموز. زي ما قلت لكم في الاول انا جبت الموز مجفف من عند العطار، وبعد كده طحنته في المطحنة في البيت. ريحته فظيعة، ريحة الموز تحفة. هضيف 9.5 من جوز الهند المجفف المبشور. رائع، ريحته رهيبة.
ده مقشر الموز بتاعي، الموز بجوز الهند، ريحته رهيبة 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 وحلو جدا للجسم. تقدري تستخدميه زي ما انت عايزة وانت بتاخدي الشاور بتاعك، تعملي بيه سكراب، تستني مثلا 5 دقايق 10 دقايق وبعد كده تشطفيه، هسيبه جسمك ناعم جدا، مش تحتاجي ان انت تحطي مرطب بعد الدش. جميل جميل جميل.